النبيين عدا وكربلاء وجوههم شعط لرزق الحسين. يا حسين يا حسين يا حسين يا حسين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، ولعن الله قاتليك. القول مني في جميع الأشياء قول آل محمد عليهم السلام، فيما أسروا وما أعلنوا، وفيما بلغني عنهم وفيما لم يبلغني. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى السلام على المبعوث رحمة للخلائق أجمعين، سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. ولعنة الله على قتلتهم وأعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمين. منذ وقع الانقلاب المشؤوم في سقيفة بني ساعدة اختلطت كثير من المفاهيم الإسلامية، وكان ذلك راجعاً إلى خطة ماكرة قامت بها السلطة الانقلابية لإحداث مثل هذا الخلط. كان الهدف والغاية مصادرة تلك المفاهيم الإسلامية التي تحدد موقع الشرعية في خارطة الإسلام، أن تصادر السلطة هذه المفاهيم لنفسها. من أبرز تلك المفاهيم مفهوم الأولوية أو الأحقية، من هم الأولى بالنبي الخاتم صلى الله عليه وآله، من هم الأحق به حيا وميتا، من هم وراثه أو ورثته. رسول الله صلى الله عليه وآله حدد موقع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في خارطة الإسلام، حدده هاهنا أن هؤلاء هم الأولى بي، هؤلاء هم الأحق بمقامي، هؤلاء هم ورثتي، هؤلاء هم الناطقون الشرعيون باسمي، هؤلاء هم خلفائي، هؤلاء أولى بكم من أنفسكم كما أني أولى بكم من أنفسكم. حين جاءت السلطة الانقلابية أرادت أن تصادر هذه المفاهيم لنفسها حتى تقول نحن الأولى، نحن الأحق. وكان من جملة أدوار سيد الشهداء الحسين بن علي صلوات الله عليهما مقاومة هذه المصادرة،
قاومها بمواقف عديدة وبشواهد كثيرة. أنتخب لكم منها صنفا واحدا وهو ما قاله صلوات الله عليه شعرا. إمامنا الحسين عليه الصلاة والسلام له أشعار مبثوثة في كتب السير والآثار، وجمع بعضها في دواوين. هذه الأشعار التي كان ينظمها سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه كانت ذات أبعاد مختلفة، منها ما في المعارف الدينية وعلى رأسها التوحيد، ومنها ما في تأكيد أولويته هو وأولوية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام بمقام النبي صلى الله عليه وآله. هنالك عالم من أكابر علمائنا الأقدمين وهو علي بن عيسى الإربلي رضوان الله تعالى عليه، كان أستاذا للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل العظيم له كتاب معروف مشهور مطبوع عنوانه كشف الغمة في معرفة الأئمة. في هذا الكتاب تجدون شيئا من أشعار سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام وأبياته، إحداها ما ورد في الصفحة 246 من هذا الكتاب المذكور. يقول عليه الصلاة والسلام: أنا الحسين بن علي بن أبي طالب البدر بأرض العرب، ألم تروا وتعلموا أن أبي قاتل عمرو ومبير مرحب، ولم يزل قبل كشوف الكرب مجليا ذلك عن وجه النبي، أليس من أعجب عجب العجب أن يطلب الأبعد ميراث النبي، والله قد أوصى بحفظ الأقرب. أعيده لكم: أنا الحسين ابن علي ابن أبي طالب البدر بأرض العرب، يقول أنا البدر في أرضكم، هذا نسبي، ألم تروا وتعلموا أن أبي قاتل عمرو ومبير مرحب، ولم يزل قبل كشوف الكرب مجليا ذلك عن وجه النبي. من كان يكشف الكرب عن وجه رسول الله إلا أخوه بل نفسه علي بن أبي طالب؟ ولم يزل قبل كشوف الكرب مجليا ذلك عن وجه النبي، أليس من أعجب عجب العجب أن يطلب الأبعد ميراث النبي، والله قد أوصى بحفظ الأقرب. ما بالكم أيها المسلمون تذهبون إلى الأبعد وتصدقونه في دعواه أنه أولى بالنبي وبميراث النبي، ومن ذلك الميراث الحكم. أرسول الله صلى الله عليه وآله كان نبيا فقط أم كان نبيا حاكما يمارس الحكم، يمارس الإمر، يمارس السلطة؟
من ذا يرث النبي صلى الله عليه وآله في هذا الشأن؟ زعمت سلطة أبي بكر وعمر أنها أولى في سقيفة بني ساعدة، تلك كانت حجتهم، هكذا خطبوا في معشر الأنصار لما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، رامين أن ينصبوا خليفة، ووقع اختيارهم أولا كما تعلمون على من؟ على سعد بن عبادة. بأية حجة صرف أبو بكر وعمر الخلافة والحكم عن سعد بن عبادة وسائر الأنصار؟ قالوا لأنه نحن عشيرة النبي، نحن أهله، نحن رهطه، فلذلك نحن أولى بمقامه وبسلطانه، بشؤون السلطنة، بشؤون السلطة، نحن أولى بسلطانه منكم. لنأخذ صورة تاريخية عما جرى في سقيفة بني ساعدة. أنتقي لكم هذا المقطع مما ورد في كتاب الكامل في التأريخ لابن الأثير، وقد روي هذا المقطع وهذه الرواية رويت في مصادر شتى منها تأريخ الطبري وغيره. في الكامل في التأريخ لابن الأثير في المجلد الثاني الصفحة 187 تحت عنوان حديث السقيفة وخلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، يقول: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة، فبلغ ذلك أبا بكر فأتاهم ومعه عمر وأبو عبيدة بن الجراح، فقال: ما هذا؟ فقالوا: منا أمير ومنك أمير ومنكم أمير، إذا ما قابلين أنتم بمرشحنا سعد بن عبادة فلا أقل، تصبح هنالك ازدواجية في الإمرة في السلطة، سلطة للأنصار عليها أمير، وسلطة للمهاجرين عليها أمير، منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: منا الأمراء ومنكم الوزراء، إحنا أمراء، أما أنتم ماذا؟ وزراء. ثم قال أبو بكر: قد رضيت لكم أحد هذين الرجلين عمر أو أبو عمر وأبي عبيدة أمين هذه الأمة. فقال عمر: أيكم يطيب نفسا أن يخلف قدمين قدمهما النبي صلى الله عليه وآله؟ يزعم أن النبي قدم أبا بكر، فمن منكم يتقدم على هاتين القدمين لأبي بكر؟ لأنه كما تعلمون جرت مؤامرة في الأيام الأخيرة للنبي صلى الله عليه وآله، خطة مدبرة بين أبي بكر وعمر وعائشة لتزوير أمر رسول الله صلى الله عليه وآله، لإيهام الناس أن النبي أمر أبا بكر لكي يصلي بالناس، فكأنه قدمه، والحال أنه لم يكن هكذا، إنما هي خطة فيما بينهم. يقول: فبايعه عمر وبايعه الناس، بدأت البيعة لأبي بكر في سقيفة بني ساعد. ولكن هنا يلفتنا ابن الأثير إلى مسألة مهمة جدا، إلى شاهد تاريخي مهم جدا، يقول: فقالت الأنصار أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا عليا. بعض الأنصار على ما يبدو كانوا لا يزالون متمسكين بالشرعية،
بالخليفة الشرعي بولي العهد الشرعي، فقالوا لا نبايع إلا عليا. قال وتخلف علي وبنو هاشم والزبير وطلحة عن البيعة، وقال الزبير لا أغمد سيفا حتى يبايع علي. كان مستعد للقتال الزبير، ذاك كان في حال صلاحه واستقامته قبل انحرافه، كان مستعد أن يسل السيف لإعادة الشرعية. فقال عمر خذوا سيفه واضربوا به الحجر، ثم أتاهم عمر فأخذهم للبيعة، إلى أن يمضي فيقول ويروي عن أبي عمرة الأنصاري يقول وسمع عمر الخبر فأتى منزل النبي صلى الله عليه وآله وأبو بكر فيه، فأرسل إليه أن اخرج إلي، فأرسل إليه إني مشتغل، فقال عمر قد حدث أمر لا بد لك من حضوره، فخرج إليه فأعلمه الخبر، فمضيا مسرعين نحوهم ومعهما أبو عبيدة. هذه رواية أبي عمرة الأنصاري حول مجريات السقيفة، يقول عمر هرع جاء فورا إلى أبي بكر وقال أخرج تعال خلي اللحق على من؟ على الأنصار في سقيفة بني ساعدة، هؤلاء يريدون أن يستحوذوا على السلطة. فخرج أبو بكر وعمر ومعهما أبو عبيدة بن الجراح مسرعين إلى سقيفة بني ساعدة. قال عمر فأتيناهم وقد كنت زورت كلاما أقوله لهم. مزور كلام، منمق كلام حتى يقوله للأنصار. فلما دنوت أقول أسكتني أبو بكر وتكلم بكل ما أردت أن أقول. يقول تزويري طلع أبو بكر خبير أكثر مني في التزوير وفي تنميق الكلام. أسكتني أبو بكر لما أردت أن أقوم خطيبا، أبو بكر أسكتني وتكلم بمثل ما أقول وأحسن. هذول بارعين في هذه المسائل. وشوف خطبة أبي بكر، حقيقة خطبة منمقة مزورة من النوع التمام. شوف شو يقول، يقول فحمد الله وقال إن الله قد بعث فينا رسولا شهيدا على أمته ليعبدوه ويوحدوه، وهم يعبدون من دونه آلهة شتى من حجر وخشب، فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم، فخص الله المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه والمواساة له والصبر معه على شدة أذى قومهم لهم وتكذيبهم إياهم، وكل الناس لهم مخالف زار عليهم غاضب عليهم، فلم يستوحشوا لقلة عددهم وشنف الناس لهم، يعني وبغض الناس لهم، فهم أول من عبد الله في هذه الأرض وآمن بالله وبالرسول، وهم أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر من بعده، لا ينازعهم إلا ظالم. وأنتم يا معشر الأنصار من لا ينكر فضلهم في الدين ولا سابقتهم في الإسلام، رضيكم الله أنصارا لدينه ورسوله وجعل إليكم هجرته، فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمنزلتكم، فنحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تفاوتون بمشورة ولا تقضى دونكم الأمور.
هذه خطبة أبي بكر. يرتكز على ماذا؟ أنتوا لاحظوا جيدا، يرتكز على هذا الشيء. يقول: إحنا الذين نصرنا رسول الله منذ بدو بعثته، نحن أولياؤه وعشيرته، وأحق الناس بهذا الأمر من بعده، لا ينازعنا إلا ظالم. لأنه إحنا أقرب، إحنا من قريش، أنتوا أنصار من الأوس والخزرج، أنتوا بعيدين عن عشيرة أو قبيلة النبي صلى الله عليه وآله. نعم أنتم نصرتم وهاجر النبي إليكم، ولكن إحنا أرقى منكم، إحنا درجة أولى أنتوا درجة ثانية، منا الأمراء ومنكم الوزراء، وما نستبد عليكم، لا تفاوتون بمشورة، دائما نسوي شورى بيننا، بس إحنا لنا الإمرة، ما يصير لغيرنا، لأنه إحنا الذين نصرنا، وإحنا الذين تعبنا، وإحنا الذين تلقينا شنف قريش والعرب بغضاءهم واضطهادهم لنا، إحنا تحملنا، إحنا المهاجرين الأولين، فإحنا أولى. يرتكز على هذا الشيء، على الأقربية للنبي نسباً، وعلى الأكثر بلاءً وتحملاً وصبراً، وكلا الأمرين مردودان عليه. لماذا؟ لأنه إن كنت تحتج بالأقربية فعلي بن أبي طالب أقرب وأقرب، وإن كنت تحتج بالأكثر بلاءً وصبراً وتحملاً وجهاداً، فأين أنت من جهاد وصبر علي؟ أنت وين؟ أين بطولاتك في الحروب؟ أين بطولاتك في الغزوات؟ دائماً في الصف الأخير، أو هارب مع صاحبه. أما علي بن أبي طالب في الصف الأول، قاتل عمرو ومبير مرحبي، يقول ابنه الحسين عليه الصلاة والسلام. يقول ابن الأثير: فقام حباب بن المنذر، أو حباب بن المنذر بن الجموح، فقال، هذا واحد من الأنصار كان، وهذا كان رافض في البداية بيعة أبي بكر، ومصر على مبدأ منا أمير ومنكم أمير، قال: يا معشر الأنصار، أملكوا عليكم أمركم، فإن الناس في ظلكم، ولن يجترئ مجترئ على خلافكم، ولا يصدر إلا عن رأيكم، أنتم أهل العز وأولو العدد والمنعة وذو البأس، وإنما ينظر الناس ما تصنعون، ولا تختلفوا فيفسد عليكم أمركم، فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم فمنا أمير ومنكم أمير. فقال عمر رد على هذا الرجل، وجرت بينهما ملاسنات، وكل واحد دعا على الآخر بالقتل. الشاهد نأخذ من كلام عمر فقط ما يرتبط ببحثنا. فقال عمر: هيهات، لا يجتمع اثنان في قرن، والله لا ترضى العرب أن تؤمركم ونبيها من غيركم. يقول: ما يصير، النبي من وين؟ من قريش، احنا قريش، انتم منو؟ اوس وخزرج، النبي ليس منكم، فالعرب ما تقبل. والله لا ترضى العرب ان تؤمركم ونبيها من غيركم، ولا تمتنع العرب ان تولي امرها من كانت النبوة فيهم. يقول العرب تقبل أن تولي الأمر من كانت النبوة فيهم، فإحنا قريش، إحنا النبوة جاءتنا، النبوة فينا، رسول الله منا، فنحن الأولى. هذا أيضا مردود على عمر، النبوة في أي بيت من قريش؟ أولا في أي قبيلة؟ بنو هاشم. فإذا على ميزانك أيضا وعلى قياسك، لا ترضى العرب أن تؤمركم يا سائر بطون وقبائل قريش،
ونبيها من غيركم، ولا تمتنع العرب أن تولي أمرها من كانت النبوة فيهم. إذن لازم نختار من؟ بنو هاشم. ثم بعدين نجي نستبعد من بني هاشم أيضا أصناف، نشوف بيت من في بني هاشم؟ بيت عبد المطلب عليه الصلاة والسلام. وهكذا تسير إلى أن تصل إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله الأقربين، وليس هنالك أقرب إلى رسول الله من علي بن أبي طالب وولده. هذا شيء واضح لا يختلف عليه اثنان. فلماذا لم تسلموا إذن لهم الأمر؟ هذه مصادرة الأولوية، يريدون أن يصادروا الأولوية من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ويجعلونها حكرا على بطونهم، على قبائلهم، بطون قريش. واللطيف أن عمر يقر، يقول ماذا؟ يقول لنا بذلك الحجة الظاهرة. يقول هذه حجة ظاهرة مفروض ما حد يناقش بها. من ينازعنا سلطان محمد ونحن أولياؤه وعشيرته؟ من هذا اللي ينازعنا سلطان النبي صلى الله عليه وآله؟ إحنا أولياءه، إحنا عشيرته، إحنا أهله، إحنا أهله. اعذرونا أيها الإخوة، إحنا شوية الزكام أذين هالأيام. كان ارتكازهم هو هذا، ارتكازهم هو على هذا، أننا نحن الأقرب، نحن الأولى، إحنا العشيرة، إحنا الأولياء، إحنا أهل النبي. وأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من الأيام الأولى أبطل وضحض حجتهم هذه. في نهج البلاغة اقرأوا في الخطبة رقم 67، قالوا: لما انتهت إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنباء السقيفة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، قال عليه السلام: ما قالت الأنصار؟ ما الذي قالته الأنصار؟ قالوا: قالت منا أمير ومنكم أمير. قال عليه السلام: فهل احتججتم عليهم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله وصى بأن يحسن إلى محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم؟ النبي وصى بهذه الوصية. قالوا: وما في هذا من الحجة عليهم؟ فقال عليه السلام: لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم. النبي وصى بأن يحسن إليهم، يتجاوز عن مسيئهم. إذا كانت الإمامة فيهم فلماذا يوصي الآخرين بمثل هذه الوصية؟ لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم، يعني يوصى بالإحسان إليهم. بعض الآن الحمقى من أهل الخلاف، الآن بعض الحمقى من أهل الخلاف يحتجون بهذا المقطع من كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام للقول بأنه لا إمامة لأهل البيت، لأنكم تقولون إن أهل البيت هم الأوصياء، الوصية فيهم، وأميركم علي يقول لو كانت الإمامة فيهم لم تكن الوصية بهم. هؤلاء حمقى لا يفرقون بين بهم وفيهم، ما يفرقون حقيقة. أشفق على أنه إشقد أكو انحدار في مستوى الفكر البكري والناطقين البكريين اليوم، بقايا من ينطق باسم الملة البكرية أو بقايا الناعقين إنجاز التعبير، مو الناطقين. هالشكل يتفلسف، هالشكل يتكلم، يقول أنتم تقولون أهل البيت الوصية فيهم صحيح، فإذا لا إمامة له.
ما يعرف يفرق بين قولنا الوصية فيهم وبين قولنا الوصية بهم. رسول الله أوصى لأهل البيت، جعل وصيته فيهم، فهم من؟ خلفاؤه من بعده. أما الأنصار فقد أوصى بهم، قال أحسنوا إليهم. نعم أهل البيت عليهم السلام أيضا أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله بهم، بمعنى أنه على المؤمن أن يحترمهم، عليه أن يودهم، عليه أن يحبهم، عليه أن يحسن إليهم إلى ما هنالك. ولكن هذا مخالف عن قولنا، هذا ليس هو مورد الاحتجاج. مورد الاحتجاج أن الوصية في أهله، في أهل بيته، في عترته الأقربين صلوات الله عليه. ما يميز البكري مع الأسف، ما يعرف التمييز. على أي حال، يقول: ثم قال عليه السلام: فماذا قالت قريش في سقيفة بني ساعدة؟ ماذا كانت حجة قريش؟ قالوا: احتجت بأنها شجرة رسول الله صلى الله عليه وآله. قالوا: احنا شجرة النبي، احنا عشيرة النبي. فقال عليه السلام، وهذه كلمة خالدة من كلمات أمير المؤمنين صلوات الله عليه: احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة. احتجوا بأنهم شجرة النبي. طيب أنتوا على فرض من الشجرة نفسها، شجرة قريش الآن، وشجرة قريش فيها أفرع، رحتوا يمينا يسارا، في حين أكو من هذه الشجرة ثمرة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته، فتضيعون الثمرة وتحتجون بالشجرة؟ يعني لماذا لم تذهبوا إلى الأقرب، إلى الأصل؟ احتجوا بالشجرة وأضاعوا الثمرة، اللي هم إحنا أهل البيت. موقف آخر، أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام دحض فيه حجة أبي بكر وعمر، هذه الحجة أو هذه المصادرة. هذا الموقف الآخر يرويه ابن قتيبة في كتابه الشهير الإمامة والسياسة في المجلد الأول الصفحة 18 تحت عنوان، شوفوا ركزوا في هذا العنوان، يقول: إباية علي كرم الله وجهه بيعة أبي بكر رضي الله عنهما. العنوان هذا أن عليا أبى بيعة أبي بكر، وبعدين يفصل يقول: ثم إن عليا كرم الله وجهه أتي به إلى أبي بكر. شوف أتي به إلى أبي بكر وهو يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله. فقيل له: بايع أبا بكر. فقال: أنا أحق بهذا الأمر منكم، لا أبايعكم وأنتم أولى بالبيعة لي. أخذتم هذا الأمر من الأنصار، يعني أخذتم السلطة من الأنصار، واحتججتم عليهم بالقرابة من النبي صلى الله عليه وآله، وتأخذونه منا أهل البيت غصبا. ألستم زعمتم للأنصار أنكم أولى بهذا الأمر منهم لما كان محمد منكم؟ فأعطوكم المقادة وسلموا إليكم الإمارة، وأنا أحتج عليكم بمثل ما احتججتم به على الأنصار. نحن أولى برسول الله حيا وميتا، فأنصفونا إن كنتم تؤمنون، وإلا فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. رد عليهم حجتهم التي ساقوها لنيل هذا الأمر من الأنصار
ردها عليهم. فبوءوا بالظلم وأنتم تعلمون. فقال له عمر: إنك لست متروكا حتى تبايع. فقال له علي: احلب حلبا لك شطره. انت تتحلب لصاحبك، مو لله تتحلب، انت تتحلب لصاحبك حتى بعدين تاخذ شطر الحليب إلك. شلون؟ هو امير المؤمنين يفسر يقول: واشدد له اليوم امره يردده عليك غدا. إيه، اليوم انت متحمس تريد تثبت أركان حكومة وسلطة أبي بكر، حتى أبي بكر بعدين ماذا؟ يرجع الأمر إليك، يوصي إليك. وبالفعل هذا الذي صار. أبو بكر في حال الاحتضار قال: إني أولي عليكم من؟ عمر بن الخطاب. مصلحة هذه، أنتم تريدون تقاسم ميراث النبي صلى الله عليه وآله، مو القضية لله، كلها مصالح دنيوية. شنو أنت تتصور عمر عنده اعتقاد حقيقي في أبي بكر يعني؟ لا، أصلا في بعض تواريخ أهل الخلاف اقرأوا، موجود هذا، لاحظوه في شرح النهج على ما ببالي، أنه عبد الرحمن بن أبي بكر، عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة يستأذن على عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب ابنه عبد الله موجود عنده. فمن يستأذن عبد الرحمن؟ عمر يقول: دويبة سوء ولهو خير من أبيه. يعني أبوه كان أشر منه، أكثر شرا منه، هالشكل يعبر. هؤلاء قوم جمعتهم الدنيا، مو أنه جمعهم هدف مقدس. مثلا زمرة من المنافقين: أبو بكر، عمر، أبو عبيدة بن الجراح، عبد الرحمن بن عوف، طلحة، عثمان، وأمثال هؤلاء، جماعة من المنافقين جمعتهم الدنيا، قالوا خلي ننتهز الفرصة، علي بن أبي طالب الخليفة الشرعي مشغول بالنبي، والعرب هم ما راضية عنه، ما تريد هذا، عندها مشاكل وياه، هذا مذبح الكل، عنده ثارات في كل القبائل، زين؟ ويدرون عنهم صارم، وكان النبي خانقنا، الآن شوي نريد نتنفس، بعد يجينا هم علي بن أبي طالب نختنق أكثر، ما يصير، خلي شوية نمشي الأمور. سووا لهم فلسفة جديدة، قالوا: لا، شورى ديمقراطية ما يصير، حكم في بيت واحد، شنو هذا الكلام؟ لازم يتوزع الحكم علينا إحنا بطون قريش وقبائل قريش. ليش حرمتم منها الأنصار؟ يقولون: نحن أولى. هذا مصادرة الأولوية. قال له عمر: إنك لست متروكا حتى تبايع. فقال له علي: احلب حلبا لك شطره، واشدد له اليوم أمره يردده عليك غدا. ثم قال: والله يا عمر لا أقبل قولك ولا أبايعه. ما أقبل. زين، السلطة الانقلابية لم تكتفي بمصادرة مفهوم الأولوية والأقربية، بلغ من وقاحتها هذه السلطة أن صادرت حتى مفهوم العترة. تصدق لو لا؟ ادعوا أنهم هم عترة رسول الله. وهذه نقطة للعلم، لم أجد في حدود اطلاعي حتى في كتبنا نحن احتجاجية من التفت إليها. أبو بكر كان يزعم أنه هو ومن معه من قريش عترة رسول الله،
تصدق لو لا؟ هكذا كان يقول، كان يقول نحن عترة رسول الله. ليش؟ لماذا كان يزعم هذا الزعم؟ لماذا كان يدعي هذا الادعاء الخطير؟ يريد الالتفاف على الوصايا المتواترة والأوامر المتواترة من النبي صلى الله عليه وآله باتباع الثقلين القرآن والعترة. رسول الله دائما يؤكد على هذا الشيء، الخليفتان القرآن والعترة. طيب شو يسوون ذولا؟ رفعوا في البداية شعار حسبنا كتاب الله، ما مشى وياهم حتى يلغون السنة ويلغون العترة، ما مشى وياهم. اضطروا أخيرا في أول منازعة وقعت في حكومة أبي بكر، المنازعة على أرض فدك، أول منازعة احتجوا بشنو؟ احتجوا بالقرآن لو احتجوا بالسنة؟ هل جاء أبو بكر واحتج في ظلمه للزهراء عليها السلام ومصادرة فدك منها احتج بالقرآن؟ ما احتج بالقرآن، احتج بالسنة. قال أكو حديث هالشكل ومختلقة أن النبي صلى الله عليه وآله قال إن معاشر الأنبياء لا نورث أو لا نورث ما تركناه صدق. فهذه في أول اختبار لمنهجية السلطة في أنها بالفعل تلتزم بشعار حسبنا كتاب الله، فشلت في هذا الاختبار، لأنها إذا تأخذ بس بالكتاب فتصير الحجة لمن؟ للزهراء عليه السلام، لأن الزهراء احتجت بالكتاب وورث سليمان وداود، ماكو بالكتاب أن النبي صلى الله عليه وآله لا يورث. فالزهراء احتجت عليهم بمنطقهم بالقانون الذي هم سنوه، ولكن وجدوا أنه هذا ما يمشي لهم أمورهم، قالوا لا ما يصير. فقالوا مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى السنة. طيب السنة النبي صلى الله عليه وآله جعل أفراداً معينين حاكمين عليها، هم يبينون السنة، هم يفصلون السنة، مو أي أحد يفهم السنة. من هم هؤلاء الأوصياء على السنة؟ أوصياؤه من عترته، عترتي أهل بيتي. زين شي يسوون ذولا الآن إذا رفعوا هذا الشعار؟ خو الناس يقولوا لهم ماذا؟ أنتم تقولون كتاب الله وعترتي أهل بيتي، خو أنتم مو عترة الرسول، نروح إلى ذلك البيت، بيت علي وفاطمة، إذولا عترة الرسول، شو علينا بكم؟ فاضطروا لأن يرفعوا هذه اللافتة على حكومتهم، نحن عترة رسول الله. مصادرة مفهوم العترة يعني أهل البيت ليس لهم أي مزية على الإطلاق، نحن العترة بكل صراحة. وقلت لك هذه النقطة ما أدري شلون ما التفتوا إليها جيدا، هذا موجود، أبو بكر كان يقول هذا الكلام. لاحظ في كتاب النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير عالمهم المعروف الذي شرح في هذا الكتاب الألفاظ التي جاءت في الأحاديث، في المجلد الثالث الصفحة 177 لما يعلق على قوله صلى الله عليه وآله خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. هذا حديث ثابت معروف صحيح متواتر، هذا الحديث متواتر، النبي بصراحة يقول خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. شي علق ابن الأثير على هذا الحديث؟ شوفوا التفت، يقول عترة الرجل أخص أقاربه، وعترة النبي بنو عبد المطلب، وقيل أهل بيته الأقربون وهم أولاده وعلي وأولاده. كله على سبيل القيل يجيب، ليش؟ حتى يخليك ماذا؟ متذبذب، مو معنى محدد وثابت أنه نعم علي وأولاده هذولا خلص هذولا عترة النبي صلى الله عليه وآله. وقيل عترته الأقربون والأبعدون منهم. شايف شلون؟ هنا يبدأ التحريف بعد. قال أولا أكو قول
أنه لا، عترته الأقربون، بس الأقربون منه ها؟ وهم من؟ أولاده وعلي عليه السلام وأولاده. وقيل لا ترى بس هم أكو قول آخر، وقيل عترته الأقربون هؤلاء والأبعدون أيضا. أكو عترة أبعدون؟ شلون يصير؟ يقول نعم، يقول ومنه حديث أبي بكر رضي الله عنه: نحن عترة رسول الله وبيضته التي تفقأت عنه. يقول لأنهم كلهم من قريش. يعني شوف شلون وسع مفهوم العترة اعتمادا على كلام أبي بكر في أنه حتى أبو بكر الذي هو من قبيلة تيم، إجابة على بني هاشم أصلا، عمر من قبيلة عدي بني عدي إجابة على بني هاشم، عثمان من بني أمية إجابة على بني هاشم، يقول لا، أبو بكر قال نحن عترة رسول الله. فإذولا كلهم وإن كانوا أبعدين، وإن كانوا أبعدون كما يقول أباعد، فهؤلاء أيضا ماذا؟ مشمولون بالعترة، مشمولون بالعترة. يعني معناه احنا الان في التشهد نقول اللهم صل على محمد وآل محمد، من حيث لا نشعر ترى احنا نصلي على ابي بكر وعمر وعثمان، وذول عترة رسول، هذول آل محمد، هذول ما كنا ندري. شوف المهزلة، شوف الاكاذيب، شوف التزييف، شوف التحريف. بالله عليكم اكو واحد في الدنيا ما يعرف عترة الرجل ماذا؟ وأنهم أهل بيته الخاصون به الأدنون الأقربون. على هذا لا يكون هنالك اختصاص للعترة. أصل العترة من أين اشتقت؟ للعلم هذا لغويا نحكي به شوية. العترة من ماذا اشتقت؟ أكو نبتة موجودة يقال لها العتر أو العترة، شايف شلون؟ هذه النبتة ميزتها لما، وحتى إلها اصطلاح بالفارسي أنا ناسي، إلها اسمها بالفارسي ناسي الآن، مذكور ارجعوا في كتب اللغة يذكرون، حتى الاصطلاح الفارسي يذكروا، ارجعوا للسان العرب وغيره، أنه هذه النبتة لما تطلع طبيعتها هالشكل، يعني تطلع وتتمدد على الأرض فتنشأ لها ماذا؟ يعني فروع كثيرة من نفس الأصل، يعني شايف شلون؟ فهذه في مجموعها يقال لها ماذا؟ عترة. هكذا فيصير التشبيه بماذا؟ لما واحد يقول عترتي يعني قصده أنا والفروع القريبة مني، شايف شلون؟ يعني أنا أبنائي مثلا، عرفت شلون؟ بناتي، أبي مثلا، أخي، هذولا الأقرباء، الأقرباء نقدر نسميهم من الدرجة الأولى مثلا هالشكل. فبين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أبي بكر إيش قد أكو مسافة حتى هذا يجي يصير من نفس هذه النبتة؟ ما لكم كيف تحكمون؟ يدعي أبو بكر هكذا ادعاء تزييفا وتحريفا ومصادرة للمفاهيم الإسلامية. ليش؟ لأنه كان عندهم مشكلة، النبي أوصى قال خليفتاي الكتاب والعترة، إحنا شو نسوي الآن؟ لازم نقول، لازم ندعي إحنا هم العترة. وبالفعل رتبوا على هذا الادعاء من أبي بكر آثاراً. ارجعوا إلى بعض كتبهم الأصولية في أصول الفقه، هناك حينما يردون على الشيعة في احتجاج الشيعة بأن اللازم اتباع أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لأنهم العترة، يقولون العترة لا تخص فقط أهل البيت، لا، تتوسع تشمل حتى بقية من يسمونهم الصحابة من قريش، تشمل أبا بكر، لأن أبا بكر يقول هذا الكلام. هنالك كتاب شهير من كتب الفرقة البكرية في أصول الفقه اسمه روضة الناظر، هذا لابن قدامة المجلسي، عفوا المقدسي. هذا الكتاب شرحه أحد أعلامهم أيضا واختصره، مختصر
روضة الناظر لنجم الدين سليمان الطوفي أحد علمائهم. هناك تقرأ في هذا الكتاب مطبوع موجود في المجلد الثالث الصفحة 107 تحت عنوان مسائل في الإجماع، الإجماع الذي يحتج به في الفقه، تحت فرع إجماع أهل البيت. ماذا يقول؟ يقول: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة. يقول ما ينعقد الإجماع، إذا أجمع أهل البيت على شيء هذا لا يحقق الإجماع، لنا أن نخالفهم وإن أجمع أهل البيت، إذا أجمعوا جميعاً لنا أن نخالفهم. الإجماع الذي نحن نحتج به إنما هو إجماع الأمة، وبعدين لما تحقق تشوف كل إجماع بس ماكو بأهل البيت يمشوا. إذا تشوف عمليا في مسائلهم، هذا الخبير شوية في فقه المذاهب الأربعة يكتشف هذه المسألة بسهولة ويسر. إجماعهم الذي يعتد به هو ما خرج عنه أهل البيت، وبصريح العبارة يقول ابن خلدون، يقول: وشذ أهل البيت بمذاهب ابتدعوها. يخرجون أهل البيت عليهم السلام، ما يريدون أهل البيت بصراحة، يريدون غير أهل البيت. وهنا يقول خلافا للشيعة، مع أنه هو هم أحمق ما فاهم رأي الشيعة. ماذا يقول الشيعة؟ احنا ما نقول أصلا إجماع أهل البيت، احنا نقول قول المعصوم من أهل البيت. وإلا افترضنا خلي نقول كل مثلا ذرية النبي أجمعوا على شيء لكن المعصوم قال بخلاف ذلك، إجماعهم ليس حجة. الإجماع الحجة عندنا هو الإجماع الدخولي فحسب، الذي يدخل فيه المعصوم والذي هو كاشف عن حكم المعصوم، لا أكثر من هذا. بس بعد الشكل هم يتوهمون أشياء ويجابون عليه. المهم شي يقول؟ يقول: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم خلافاً للشيعة. ثم يمضي فيقول: قالوا كتاب الله وعترتي. يعني يقول الشيعة احتجوا بهذا أن النبي صلى الله عليه وآله قال كتاب الله وعترتي، فلما لا تحتجون بإجماع العترة؟ يقول: قلنا، جوابهم: قلنا المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما، والكتاب يمنع ما ذكرتم. إذا أكو إجماع لازم يصير الكتاب مع العترة. ثم العترة لا تختص بأهل البيت. من يقول العترة بس تختص بأهل البيت هؤلاء؟ لا، العترة تعم أكثر من هؤلاء. في شرح هذه العبارة في حاشية الكتاب يقول هنا أولاً عبارة لطيفة لا بأس أن نذكرها، يقول: واعلم أن هذه الوجوه قوية في جواب دليل الشيعة، غير أن جوابهم عنها قوي متيسر أيضاً. شوف سبحان الله شلون يعترفون، يقول إحنا جوابنا على الشيعة في هذه الوجوه جواب قوي، ولكن ترى الشيعة عندهم هم جواب قوي ويسير متيسر لهم أن يجيبوا على ما أجبناهم به. لأنه مجموعة أمور ذكرت في هذا المطلب في تحت باب الإجماع وإجماع أهل البيت حجة أو ليس بحجة، فيقول لا، الشيعة هم عن حجتهم أقوى في ذلك. المهم إلى أن يمضي فيقول: ثم إن العترة لا تختص بأهل البيت، بل هي في اللغة نسل الرجل ورهطه الأدنون، كذا ذكره الجوهري. ويروى أن أبا بكر الصديق قال: نحن عترة رسول الله. قلت، يقول: ولهم أن يجيبوا عن الأول، دعوى أنه لا بد من اقتران الكتاب بالعترة في الإجماع، ولهم أن يجيبوا عن الأول بأنه عليه السلام أخبر أن كتاب الله وعترته لن يتفرقا،
وذلك دليل وذلك يدل على أنهما لا يتنافيان. الحمد لله هو يجيب، هو يجيب على الإشكال الذي هم يطرحونه، لأنه يقول للشيعة أن يجيبوا بأجوبة قوية متيسرة، هذا أيضا من الأجوبة. وقد دللنا على أن إجماع أهل البيت حجة بنفي الرجس عنهم، فيلزم من ذلك موافقة الكتاب لإجماعهم وعدم منافاته له، وأن ما ذكرتموه من دليل الإجماع العام لا يثبت وقد سبق ما فيه. زي هذا نطوي مو محل بحثنا. وعن الثاني، وعن المسألة الأخرى، أنه العترة لا تختص بأهل البيت لقول أبي بكر نحن عترة رسول الله، يقول الجواب على هذا بأنه مردود بقوله وعترتي أهل بيتي. النبي هو يفسر معنى العتر، يقول وعترتي أهل بيتي. وقد قام الدليل على أهل بيته منهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. يقول الله بعد أعلم، ما ندري. وبالفعل الجواب صحيح. شوف هذا مثل حجة البكري اليوم الجاهل الغبي لما يقول أنه لا، أهل البيت يعم حتى نساء النبي بدلالة السياق، سياق القرآن، أن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذه واردة في سورة الأحزاب في مجموعة آيات فيها خطاب لأزواج رسول الله نساء النبي صلى الله عليه وآله، فيقول هذه قرينة على ماذا؟ على أن أهل البيت المراد هن الأزواج، في حين شوف إيش قد يعني حقيقة خلاف الإنصاف أيضا، أنه يعرض عن كل الأحاديث المستفيضة التي هو يرويها وفيها أن النبي صلى الله عليه وآله يعين حدود أهل البيت، يقول هؤلاء أهل بيتي اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. تأتيه أم سلمة تقول له يا رسول الله أدخلني معهم وأنا من أهل بيتك، يقول إنك على مكانك وإنك لإلى خير أو على خير، أنت عاقبتك عاقبة خير، بس أنت مو ضمن هذا المفهوم، مفهوم أهل البيت، أنت مو ضمن هذا المفهوم. يحدد يقول وعترتي أهل بيتي، يعرضون عن كل هذا، يعني النبي صلى الله عليه وآله يقول لهم عترتي، المراد بكلمة عترتي أهل بيتي، يتركون كلام النبي يأخذون بكلام أبي بكر حين يقول نحن عترة رسول الله. فهؤلاء أتباع رسول الله أم أتباع أبي بكر؟ نبيهم من؟ رسول الله أم أبو بكر؟ هذه مشكلتنا معه. رسول الله يقول قولا يتركونه ويأخذون قول غيره، حسداً لأهل البيت، إنكاراً لأهل البيت، جحوداً للشرعية، مخالفةً عمديةً للشيعة الرافضة، المهم يخالف الرافضة على طول، هذا هو المهم. رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم صلاة التراويح، عمر يبيح صلاة التراويح، يأخذون بقول عمر. رسول الله يحرم ولا يعتد بالطلاق البدعي، طلاق الثلاث في مجلس واحد أو الطلاق في غير طهر أو الطلاق بغير إشهاد، رسول الله يقول هذا الطلاق لا يقع، أما عمر قد أمضاه فيقولون نأخذ بقول عمر. كل شيء ترى هكذا، عمر يخالف النبي يأخذون بقول عمر لا يأخذون بقول رسول الله صلى الله عليه وآله، ولا يستحون، لا يستحون، ثم يقولون نحن أهل السنة، يعني سنة النبي، أي سنة النبي؟ سنة عمر، سنة أبي بكر، سنة عائشة. وإلا لما يقع تعارض بين قول رسول الله صلى الله عليه وآله وقول هؤلاء، السني الحقيقي إنما يتبع قول
رسول الله صلى الله عليه وآله لا يتبع هؤلاء. هذه دعوة فارغة أن تقول أنا أهل السنة وأنت واقعا وعملا تمضي على البدعة بصريح العبارة. يروح الواحد منهم مطلق زوجته يقول لها طالق طالق طالق، يروح للمحكمة يسأله الحاكم القاضي يسأله يقول له طلقت زوجتك طلاق سني لو بدعي؟ يقول له لا بدعي حضرة القاضي، يقول خلاص يلا تفضل. يعني بصريح العبارة يعترف يقول طلقت بدعيا، والقاضي يمضي له الطلاق المسمى في الوثيقة الرسمية الطلاق البدعي، وبعدين يقول ماذا أنا أهل السنة؟ هذا شلون بالله؟ شنو الحماقة؟ أنت بصريح العبارة تقول أنا أعمل بالبدعة وتقول أنا أهل السنة؟ أنت بدعي، أنت أهل البدعة مو أهل السنة. وأنتوا ترون عن أمير المؤمنين، هم يروون عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كما في كنز العمال وغيره أن أمير المؤمنين عليه السلام لما سئل من أهل السنة قال أنا ومن اتبعني. إحنا أهل السنة، نحن الذين نتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ونمتثل لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله في عترته وأهل بيته من بعده. أما أولئك فهم أهل البدعة، أهل الشقاق، أهل النفاق، أهل الانحراف عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ووصاياه. هذا هو الواقع. أحاديث كثيرة موجودة عندهم بصريح العبارة، النبي صلى الله عليه وآله يحدد المفهوم من العترة، يقول عترتي أهل بيتي، ما قال عترتي أبو بكر عمر. اقرأ في سنن الترمذي في باب مناقب أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، رقم الحديث 3748 بسنده عن جابر بن عبد الله قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته يوم عرفة وهو على ناقته القصواء يخطب. في يوم عرفة، لأنه آخر حجة للنبي صلى الله عليه وآله، هي أكد على أنه من سيتولى زمام الأمة من بعده. فسمعته يقول يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ماذا يقول عمر وأبي بكر وعثمان ومن أشبه حتى ذاك يقوم يطلع ويقول نحن عترة رسول الله؟ بعد هذا الحديث بحديثين في سنن الترمذي أيضا برقم 3750 عن زيد بن أرقم رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي. يحدد يقول أهل بيتي هم العترة، ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما. في سنن أبي داود رقم الحديث 4284 هذا الحديث أيضا يحدد في سياق آخر يحدد ما المراد من العترة، عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول المهدي من عترتي من ولد فاطمة صلوات الله عليه. فمع هذه الأحاديث الصريحة التي يحدد فيها النبي ما المراد من العترة، يقول عترتي أهل بيتي ولد فاطمة، ولد فاطمة هذا سلالة فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام، هؤلاء هم العترة. حتى لا تروح إلى
هنا أو هناك. مع كل هذا الوضوح، مع كل هذه الصراحة، تروح تتشبث بقولة بمقولة أبي بكر التي يقول فيها: نحن عترة رسول الله، وترتب عليها آثاراً في أصول الفقه وفي الفقه حتى تبعد الأمة عن أهل بيت رسول الله، عن العترة الحقيقية. لما كل هذا الإنكار لأهل البيت؟ لماذا؟ ما مشكلتكم مع أهل البيت؟ ما مشكلتكم مع الشرعية؟ تريدون بأي ثمن أن تصححوا موقف الإنقلابيين، هذا الذي تريدونه. اللطيف أنه تجد أنهم يروون عن أبي بكر خلاف ذلك أيضا، ولكن يجرحونه، يضعفون الروايات اللي عن خلاف هذا. أبو بكر يروون عنه أولا أنه يقول: نحن عترة رسول الله، لكن عندهم رواية أخرى يقول فيها أبو بكر معترفا، يقول: علي بن أبي طالب عترة رسول الله. فشي يسوون أمام هذا التعارض؟ يقولون: لا، هذا الحديث الآخر فيه شوية إشكال في السند، فذاك الحديث الأول شوية قوي. هذا تلاحظه وين؟ في سنن البيهقي. ارجع إلى السنن الكبرى للبيهقي برقم 11595 في باب الصدقة في العترة، يبحث مسألة الصدقة في العترة. يقول: قال القتيبي: هي لولده وولد ولده الذكور والإناث ولعشيرته الأدنين. عممها شوية، قال: إيه، الصدقة المراد اللي حرمت على أهل البيت على العترة، هذه اللي على من؟ على ولده وولد ولد أحفاد النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا العشيرة الأدنين اللي منهم منه أبو بكر. طلع إن الصدقة حرام عليه، حتى على أبي بكر حرام، حتى على عمر حرام. يقول: يدلك على ذلك قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لعنة الله عليه: نحن عترة رسول الله التي خرج منها وبيضته التي تفقأت عنه. فيحتج بهذا. زين، يمضي البيهقي يروي عمن؟ عن أبي دغفل الهجيمي قال: سمعت معقل بن يسار المزني يقول: سمعت أبا بكر الصديق يقول: علي بن أبي طالب عترة رسول الله. زي صار أكو تعارض الآن. شنو يعلق عليه البيهقي؟ يقول: وفي هذا الإسناد بعض من يجهل. أكو مجهولين في هذا الإسناد، فإحنا ما يصير نتمسك بهاي المقولة المعزوة لأبي بكر أنه علي بن أبي طالب هو العترة، ما يصير. ويذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يوم السقيفة: نحن عترة رسول الله. إذن يتبين إلك شنو؟ أن أبا بكر ما تحتج بأنه هو والعصابة التي كانت معه عترة رسول الله، يوم السقيفة محتج. اربط هذا بما جاء في بدو حديثنا لما نقلنا لك ماذا جرى في سقيفة بني ساعدة، كما في كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، لما قالت الأنصار: لا نبايع إلا عليا. لابد أنه صار أكو بينهم شنو؟ مساجلات. ليش ما تبايعون إلا عليا؟ حتما كانوا قد قالوا: رسول الله صلى الله عليه وآله أوصانا بالكتاب والعترة، وهذا هو العترة، علي بن أبي طالب. فاضطر أبو بكر لأن يجيبهم بهذا الجواب، وقال: نحن عترة رسول الله، حتى يصادر هذا المقام من الخليفة الشرعي. هكذا يجري تحليل أحداث التاريخ حتى تفهم طبيعة الصراع وطبيعة تلك المناوشات
وماذا جرى من خيانة لرسول الله صلى الله عليه وآله. حجة أبي بكر وعمر اتخذوها هذه في الواقع هذه أنه إحنا أولى، ودعوا كل شيء، إحنا عشيرة رسول الله، إحنا الأقرب، إحنا الأولى، إحنا العترة، يلا إحنا أهل بيت رسول الله يلا. وتدري نقلت لكم قبل سنوات في إحدى المحاضرات أنه بعض علمائهم مو بس إلى هنا توقفوا، يا ريت توقفوا عند هذا الحد، ما استحوا قالوا العترة وأهل البيت كل الأمة، أصلا كل الأمة، كل الأمة أهل البيت، رسول الله عترته وأهل بيته كل مسلم، خلص كل هذا يصنعونه جحودا لآل محمد الطاهرين عليهم الصلاة والسلام، وفرارا من ثبوت حقهم في وراثة رسول الله وفي وراثة سلطان رسول الله صلى الله عليه وآله، مقام الحكم، مقام الإمامة. كل هذه التمحلات، كل هذه الادعاءات، هذه بدأت مو الآن، بدأت هذه بدأت من يوم السقيفة لما أبو بكر رفع هذا الشعار وعمر كذلك، وقال لنا بذلك الحجة الظاهرة، نحن الأولى، نحن العترة. أمير المؤمنين واجههم، السبط الأكبر الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام واجههم، أقام الحجة عليهم، والسبط الأصغر سيد الشهداء صلوات الله عليه واجههم كذلك، مواقفه عليه الصلاة والسلام وروحي فداه في مواجهة هذه المصادرة للأحقية والأولوية من أروع المواقف، ولكن وأسفاه على الأمة التي لا تعرف. السنة الماضية نقلت لكم كيف أن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام جاء كالليث أمام الطاغية الثاني عمر بن الخطاب وهو يخطب على المنبر، وقال له انزل أيها الكذاب عن منبر أبي. الخطباء بارعون في نقل أقوال الحسين في يزيد وفي معاوية، أما أقوال الحسين في أبي بكر وعمر ومواجهاته لأبي بكر وعمر لا تنقل. لماذا؟ خلي نعيد هذه الخطبة العظيمة لسيد الشهداء عليه الصلاة والسلام التي يرويها صاحب الاحتجاج العلامة الطبرسي رضوان الله تعالى عليه في المجلد الثاني الصفحة 13، يقول لما عمر ذكر في خطبته، شوف لاحظ هنا، عمر كان ده يخطب فذكر في خطبته أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم مثل ما كان رسول الله. هذه شوف كلها مصادرات، هذه كلها ده يصادرون من أهل البيت مقاماتهم وحقوقهم، كل شيء يصادرون، العترة يصادرون، أولى بالمؤمنين من أنفسهم يصادرون، باقي يمكن يدعون حتى الوصية كانت فيهم. ليش عائشة ادعت؟ بالفعل عائشة في قضية الكتاب رزية يوم الخميس، ماكو، ارجعوا إلى رواياتها، شنو تقول؟ تقول إيه النبي طردهم وكذا، وبعدين هو قال لي إيه أنا ردت في هذا الكتاب أعين أبو بكر، ترى يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر. يعني عائشة تصور إحنا حمير مثلها، يعني حتى إحنا شنو نصدق هذا الحكي؟ خو بالله عليكم، بالله عليكم، لو كان الرسول يريد أن يعين أبا بكر كان عمر يسوي كل هالجلبة وكل هالصياح هذا يسوي، ويقول إن الرجل اللي يهجر هذا صاحبه، يقول له إيه سمعا وطاعة يا رسول الله، شيء واضح هذا بعد. أما يدري عمر، وإلى تصريح عمر يروي، أهل الخلاف يروون، ارجعوا إلى شرح النهج، هو يقول أنا علمت أنه سيعين علي، ولكن أشفقت على الإسلام، أدري علي لا يجتمعون عليه، وربي هذه البنية يعني الكعبة
لا تجتمع عليه العرب بعد إذ وترها. فيقول: علم النبي ما في نفسي فأمسك، والله عز وجل يعني أمضى ما حتم وقدر. هكذا يعني أنا كنت أفهم يعني في مصلحة الإسلام ومستقبل الإسلام أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كانت حقيقة الوصية في أبي بكر ما كان عمر يتصدى للنبي صلى الله عليه وسلم ويتهمه هذا الاتهام الخطير، يقول هذا مشكوك في قواه العقلية، كان فورا خلص سلم وآمن وقال سمعا وطاعة. وأيها الناس، ترى أبو بكر هو ليش هو مو نفسه بسقيفة بني ساعد يقول: أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهما رسول الله؟ كلاوتي ملعون. يضحك على الناس، سياسي ماكر داع ثعلب. فعمر شوف قاعد على المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا وارث النبي. هاي الكلمة ما تمر مرور الكرام عند الحسين بن علي أبدا. جاء إليه الحسين عليه السلام فوقف في ناحية من المسجد وقال له: انزل أيها الكذاب عن منبر أبي رسول الله صلى الله عليه وآله، لا منبر أبيك. إلى أن يمضي عليه السلام ويقول: يا ابن الخطاب، فأي الناس أمرك على نفسه قبل أن تؤمر أبا بكر على نفسك ليؤمرك على الناس بلا حجة من نبي ولا رضا من آل محمد عليهم السلام؟ فرضاكم كان لمحمد صلى الله عليه وآله رضا، أو رضا أهله كان له سخطا أو سخطا؟ أما والله لو أن للسان مقالي يطول تصديقه وفعلا يعينه المؤمنون لما تخطبت رقاب آل محمد عليهم السلام ترقى منبرهم. يقول له: أكو ناس قول وفعل. ركز في كلام سيد الشهداء عليه السلام، يقول: أما والله لو أن للسان مقالا يطول تصديقه، يعني اللسان يصير طويل بحيث ماذا؟ يصدق على الأرض. يعني معنى ذلك هي كناية عن مطابقة الفعل لما قلته بماذا؟ بلسانك. هذول الذين قالوا لا نبايع إلا عليا، لو التزموا ما التزموا، حكي بس، كل حكي بحكي صار، آخرها صفة وعلى سبعة بس، هذول اللي التزموا بالشرعية. يقول لو كان هالشكل وفعلا يعينه المؤمنون، لو كان أكو أفعال ورجال، لما تخطبت رقاب آل محمد ترقى منبرهم. كان أنت ما تكون على منبر، منبرنا هذا منبرنا، بس وأسفاه خذلتنا الأمة، وصرت الحاكم عليهم بكتاب نزل فيهم. الكتاب أنزل على من؟ على أهل هذا البيت صلوات الله عليه. لا تعرف معجمه، تمش مدرك بالكتاب شنو أصلا، شنو فهمك أصلا تفسر بالكتاب، ما تعرف كوعك من بوعك في الكتاب، لا تدري معجمه ولا تدري تأويله إلا سماع الآذان. تسمع من هنا وهناك تفسر بكيفك، تسمع لك شوي يمكن من كعب الأحبار، شوية من عائشة، شوية من المتردية والنطيحة، تفسر كتاب الله عز وجل بكيفك. المخطئ والمصيب عندك سواء، فجزاك الله جزاك وسألك عما أحدثت سؤالا حفيا. هاي الخطبة أين أنتم أيها الشيعة منها؟ ليش خطباء المنبر الحسيني ما ينقلون هذه الخطبة التي يرويها واحد من أكابر علمائنا صاحب الاحتجاج عليه الرحمة والرضوان؟ ليش؟ ليش على المنابر أو على الحسينيات ما ترفع هذه اللافتة؟
قال الحسين عليه السلام لعمر بن الخطاب: انزل أيها الكذاب عن منبر أبي. حتى الناس تعرف أن الحسين وصف عمر بأنه كذاب، مو بس إحنا نقوم نعلق على المساجد والحسينيات. ماذا قال الحسين عليه السلام في يزيد؟ بس هذا اللي إحنا شاطرين عليه، ومثلي لا يبايع مثله، بس هذا. يعني مو لازم الأمة تعرف موقف الحسين من أبي بكر، من عمر، من عثمان، من عائشة. تعال اسمع الحسين عليه السلام ماذا قال في الكافي الشريف، اقرأوا ماذا قال في عائشة وكيف وصفها بالفاحشة. قال: إنك أدخلت على بيت رسول الله الرجال، رجال، أنت امرأة ما عندك شرف ولا غيره ولا حياء. في قضية منازعة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام مع عائشة يوم البغلة، لما قامت على بغلتها وعلى بغلها تأمر برشق جنازة الإمام الحسن المظلوم بالسهام. اقرأ شوف الحسين عليه السلام كيف يتعامل مع عائشة. هاي الحقائق لازم تظهر للأمة. هذا يستأهل أن يضحي الإنسان بروحه من أجل أن لا تموت هذه الحقائق. اللي يتكلم خليه يتكلم، الذي يبهت ويهتك ويفتري فليفتري، إحنا نخاصمه أمام الله عز وجل. أنا دا أسمع يبلغوني بعض المؤمنين هالأيام أنه بعض العقائر ارتفعت الأيام في بعض المجالس هنا وهناك، ترمينا بما الله عز وجل يشهد بأننا بريئون منه. حسبنا الله ونعم الوكيل. إحنا نقول هذا هو منهجنا، منهج الحسين عليه الصلاة والسلام. ما سكت الحسين، قاوم، قاوم أبا بكر، قاوم عمر، قاوم عثمان، قاوم عائشة. هذه مواقفه. نعم، توجت مواقفه الجهادية البطولية يوم العاشر من محرم، توجها في هذا اليوم بمقاومة يزيد. لأنه ما تدرون شنو صار في الأمة، حركة المصادرة وأسفه صادرها أبو بكر، صادر الأولوية والأقربية والعترة، صادر هذه المفاهيم، خربطها على الناس. من بعده جاء عمر صادرها، قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. جاء عثمان وصادرها، ودار الزمان، دار إلى أن صار يزيد هو الأولى بالمؤمنين من أنفسه، هو الأولى بميراث رسول الله. أولئك الذين كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحاربهم بالأمس، بنو أمية، بقايا الأحزاب، هم هؤلاء بقايا الطلقاء، جاءوا وتسيدوا على منبر رسول الله. شوفوا شلون الزمن غدار. فالحسين عليه الصلاة والسلام ما يسكت، مستحيل يسكت على هكذا شيء، قطعا ما يسكت. قال أشعارا في تأكيد أنه هو عليه الصلاة والسلام الأحق والأولى، الشرعية معه بيده هو، وأن هؤلاء هم المغتصبون للشرعية، المغتصبون للأولوية، المغتصبون للأحقية، ومن جملتهم يزيد عليه اللعنة والعذاب. في كشف الغمة هنالك أكثر من أبيات شعرية له عليه الصلاة والسلام، أختم بها. يقول عليه السلام: أبي علي وجدي خاتم الرسل
والمرتضون لدين الله من قبلي، يعني الأوصياء والأنبياء. والله يعلم والقرآن ينطقه، إن الذي بيدي من ليس يملك لي. بيدي أنا الشرعية، أنا أملك الشرعية. ما يرتجى بامرئ ولا قائل عذلا، ولا يزيغ إلى قول ولا عمل، ولا يرى خائفا في سره وجلا، ولا يحاذر من هفو ولا زلل. يا ويح نفسي ممن ليس يرحمها، أما له في كتاب الله من مثل. الويح كلمة رحمة تقابلها كلمة ويل. الناس تتصور هكذا، سابقا نبهنا احنا انه لما واحد يقول لي واحد ويحك يتصورون يعني شنو، يعني مثل سبة شتيمة. لا، مو هالشكل. ويحك كلمة تنبيه بداعي الرحمة، يعني ارحم نفسك. تقابلها كلمة ويلك، اذا واحد قال له ويلك، لا يعني هذه كلمة فيها إهانة مثلا او فيها وعيد تهديد. فالإمام عليه السلام يقول يا ويح نفسي ممن ليس يرحمها، هذول الذين تكالبوا علينا أهل البيت وصادروا حقوقنا والناس الذين اغتروا بهم، أما له في كتاب الله من مثل. ما يتدبر كتاب الله عز وجل حتى يشوف أمثال كتاب الله ويعرف أن الحق معنا وفينا أهل البيت. هنا يوضح، يقول أما له في حديث الناس معتبر من العمالقة العادية الأولي، قصة العمالقة الذين اعتدوا والله عز وجل أهلكهم. يا أيها الرجل المغبون شيمته، يا هذا المغبون المخدوع المغفل اللي ضحكوا عليه، يا أيها الرجل المغبون شيمته، إني ورثت رسول الله عن رسلي. أنا الوريث الشرعي، أنا الأولى بمقام رسول الله صلى الله عليه وآله. إني ورثت رسول الله عن رسلي، أنت أولى به من آله، فبما ترى اعتللت وما في الدين من علل. أنت أولى منه، أنت أولى بالنبي من آله، بماذا اعتللت؟ يعني بأي علة اعتللت؟ بأي حجة احتججت؟ وما في الدين من علل. الدين واضح صريح، ما فيه اعتلالات. قصيدة أخرى يقول عليه الصلاة والسلام إذا استنصر المرء امرئا لا يدا له فناصره والخاذلون سواء. إذا استنصرنا أحد ما عنده قوة، لا يدا له فناصره، هذا اللي ينصر وما بقوة ما عنده شجاعة، هو والخاذل شنو؟ سواء، على هذا يفيد ولا هذا يفيد. إذا استنصر المرء امرئا لا يدا له فناصره والخاذلون سواء. أنا ابن الذي قد تعلمون مكانه، وليس على الحق المبين طخاء. ماكو على الحق سحابة مظلمة تغيب الحق، الحق واضح مثل الشمس. وليس على الحق المبين طخاء، أليس رسول الله جدي ووالدي، أنا البدر إن خلا النجوم خفاء. أنا البدر، أنا القمر، وأين هي تلك النجوم التي تختفي إذا ما جاء شعاع البدر؟ إذا اكتمل القمر بدراً النجوم المحيطة به ماذا؟ تختفي، تروح، لأن شعاع ونور هذا البدر يغطي على سائر النجوم. يقول أنا البدر،
تروحون وراء النجوم إن عدت تلك نجوما؟ أليس رسول الله جدي ووالدي؟ أنا البدر إن خلا النجوم خفاء، ألم ينزل القرآن خلف بيوتنا صباحا ومن بعد الصباح مساء؟ ينازعني والله بيني وبينه يزيد، وليس الأمر حيث يشاء. فيا نصحاء الله، أنتم ولاته وأنتم على أديانه أمناء، بأي كتاب أم بأية سنة تناولها عن أهلها البعداء؟ بأي كتاب أم بأية سنة تناولها، تناول ميراث رسول الله، سلطان رسول الله، مقام رسول الله، بأي كتاب أم بأية سنة تناولها عن أهلها، عنا نحن أهلها، تناولها البعداء. البعداء، حتى واحد مثل يزيد يأتي ويتناول مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، ونحن أهلها بين ظهرانيكم. هذه المواقف أيها الإخوة تحتاج إلى أن يحفظها المؤمنون ويعلمونها لأبنائهم حتى يعرفوا أدوار سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. هذه لا شك، هذه الليالي، هذه الأيام هي أيام النوح، أيام البكاء، ولكن لا بد أن تمتزج وتقترن بإظهار الحقائق عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ ماذا فعل؟ ما زالت الأمة مع الأسف في نقص شديد عن اكتشاف سيد الشهداء. صدقوني، معظم مجالسنا مع الأسف الشديد تعرض جانبا يسيرا وغير متعمق ومتدبر فيه عن سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام. نحتاج إلى توسع ونحتاج إلى تعمق حتى نفهم الحسين ونفهم ثورة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ألا فاندبوا إمامكم وسيدكم وابكوا عليه، ينظر الله عز وجل لكم.